طعن في تفاصيل حادثة هروب المتهم بقضايا جنائية من أحد مراكز الشرطة في البصرة. نعم، ربما القضية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل القنوات الفضائية هي صباحا أو الساعة 10 صباحا، لكن مجريات القضية حدثت من يوم أمس، يعني تحديدا في الساعة 2 بعد يعني منتصف الليل حدثت الحادثة، وقدوم الضابط برتبة مقدم إلى مركز شرطة الجمهورية، وأخذ المتهم بهذه القضية بمقتل مدير شركة دايو الكورية في عام 2020 إلى المستشفى للعلاج، والكل يعلم أنه المتهم هو الذي فشل كلوي ويتعالج بين فترة وأخرى في المستشفى في أحد المشافي الأهلية في محافظة البصرة، ربما هي تكون مؤمنة. لكن اليوم عندما نتحدث عن هذه الكارثة الأمنية التي حصلت في المدينة، ربما دائما نتكلم عن هنالك فروقات كبيرة في محافظة البصرة، ويجب على وزير الداخلية أن يتدخل ويحل هذه الفروقات. اليوم عندما يعني نرى ونشاهد هنالك متهم يعني عليه قضية كبيرة جدا، وبقتل مدير شركة دايو الكورية ويتم تهريبه، وبحسب مصادرنا الأولية والمصادر الخاصة أنه الضابط الذي تواطأ مع المتهم قد حصل على 100,000 دولار، وقد توجه الساعة 2 بعد منتصف الليل إلى منطقة الفاو إلى قضاء الفاو الذي في هذه المنطقة وهذا القضاء الذي يسكن فيه المتهم وعائلة المتهم. وبحسب مصادرنا أيضا الخاصة أنه آخر نقطة تم غلق الهواتف النقالة في منطقة الفاو تحديدا الساعة 5 فجرا، وبالنتيجة اليوم هذه المنطقة هي ربما بعض الأماكن فيها أماكن ربما هي أماكن رخوة ما بين الحدود العراقية والحدود الإيرانية. وبحسب أيضا هنالك مصادر خاصة أنه المتهم والضابط الذي تواطأ مع المتهم وقام بتهريبه من السجن هو قد اتجهوا إلى إيران. بالنتيجة اليوم عندما نتحدث عن هذا الخرق الأمني الكبير، هنالك متهم يعني عليه الكثير من المشاكل، وأيضا بقتل مدير شركة دايو الكورية، هذه يعني بصراحة كارثة كبيرة جدا. أما بخصوص هذا إذا تحدثنا عن مصادرنا الخاصة، أما بخصوص وزارة الداخلية فقد نفت وزارة الداخلية وتقول أن الذي هرب ليس متهما بقتل مدير شركة دايو الكورية، والذي هرب والذي ربما على متهم محكوم لمدة 2 في مركز شرطة الجمهورية وسط البصرة. لكن اليوم عندما نتحدث عن كواليس الحادث وكواليس العملية، هنالك المتهم موجود في هذا السجن ويتمتع بحياة عادية، حياة يومية طبيعية، نعم. كون المتهم لديه الكثير من النفوذ المالي والنفوذ السياسي، ولكن للأسف هنالك الخروقات الأمنية أدت إلى هروب أكبر وأخطر المتهمين إلى خارج العراق. ولغاية الآن تقول وزارة الداخلية أننا نبحث عن المتهم، ولكن المتهم قد بحسب مصادرنا أنه المتهم قد غادر العراق. من نتيجة اليوم الذي أودع في السجن حاليا هو ضابط الخفر الموجود في سجن في مركز شرطة في مركز الشرطة. وضابط الخفر ربما ليس له أي صلاحية وليس له أي تدخل في العملية، لأن الشخص الذي تواطأ مع المتهم هو أعلى رتبة، هو مقدم وقام بتهريب. اليوم بعد أن تسرب الخبر في مواقع التواصل وانتشر الخبر، باشرت كوادر ولجان بتفتيش وذهبت إلى منزل الضابط الذي تواطأ، وتفاجأوا بأن منزل الضابط قد تم تفريغه بالكامل من عائلته. إذن إن العملية قد دبرت قبل سنة قبل أيام، وتم تخطيط لهذه العملية، والعملية ربما هي كانت مخططة أن تكون في هذا اليوم. أيضا زميلي، هنالك نقطة أخرى ربما الكل لا يعلمها، أن المحامي الذي توسط أو الذي دافع عن قضية المتهم هو يكون شقيق الضابط الذي تواطأ مع المتهم الذي هربوا إلى 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 منطقة الفاو. اليوم هنالك الكثير من التساؤلات والاستفسارات تطرح، واليوم نتمنى من القوات الأمنية أن تتحدث وأن تتكلم وتكشف أوراق هذه العملية التي ربما هي كانت عملية مهمة جدا والتي نتجت عن تهريب مجرم كبير جدا. وضحت الصورة. إذن مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.